قادة النصر. محمد سعيد الماحي قائد قوات المدفعية. الفريق سعيد الماحي أحد أبطال أكتوبر الكبار الذين لقنوا العدو درساً قاسياً وجعلوه يستسلم ويتعجب من قوة المدفعية المصرية ومن إصرار الجنود على النصر وثباتهم على خط النار. ولد محمد سعيد الماحي في الأول من فبراير عام 1922 في محافظة دمياط، وتعلم في مدارسها حتى التحق بالكلية الحربية وتخرج فيها ضابطاً بسلاح المدفعية، وشارك في حرب فلسطين عام 1948، وبعد ثورة يوليو تولى قيادة اللواء 41 ثم اللواء 53 مدفعية، وشارك الماحي في حرب اليمن، ثم صار قائد لمدفعية الفرقة الثالثة والثانية مشاة، ثم تم تعيينه رئيس لفرع شؤون ضباط إدارة المدفعية، ثم صار رئيس لأركان المنطقة المركزية العسكرية عام 1968. وفي عام 1970 صدر قرار بتعيين سعيد الماحي رئيس لأركان إدارة المدفعية، وبعد عام واحد فقط تولى منصب مدير إدارة المدفعية، وظل في منصبه حتى حرب السادس من أكتوبر عام 1973. لعب الماحي دور كبير في تجهيز سلاح المدفعية للحرب، حتى صار الضباط والجنود على أهبة الاستعداد للعبور وخوض معركة المصير بثبات كبير، والقتال في سيناء حتى آخر قطرة عرق، وبذل كل نقطة دم في سبيل تحرير الأرض. وقد خاض رجال قوات المدفعية معركة شرسة وصفها المحللون العسكريون الأجانب بأنها الأكبر في تاريخ الحروب، ووصفوا الجندي المصري بأنه الأكثر شجاعة في ميادين القتال.